اهلا بكم من جديد، بيسعدني ان يشاركني في هذه الفقره نجومنا كابتن احمد عيد عبد الملك. كابتن احمد مساء الفل. مساء الفل. بتضحك ليه؟ انا ضحكت، انت بتضحك. لا انا ما انت داخل وشك يعني الضحكه ماليه وشك. مبسوط انت من الماتش ما بتلعبش النهارده؟ لا مش مبسوط طبعا. انت مع القرار ده ولا كنت ضده؟ انا مع القرار بس هو متاخر من نادي الزمالك. احنا بنتكلم على الحدث دلوقتي. ايوه ماشي، ما انا بكلمك انا كنت مع قرار نادي الزمالك لا من بدري. لا متاخر الان، لو لو لا لو انت دلوقتي تاخد رايك من اربع خمس ايام هنلعب الماتش او ما نلعبش الماتش هتقول ايه؟ لازم ابقى مستند على حاجات كتير جدا، ابقى ماسك في ايدي دلائل كتير، او عندي اللي انا هقدمه بعد كده. يعني ما اجيش النهارده اقول انا الاسبوع دوت اقول مش هلعب والاسبوع الجاي العب. يعني ده مش منطق. ده بالنسبه لي ده رقم واحد. تاني حاجه، انا لو قررنا الزمالك في وجهه نظري هو صحيح، بس التوقيت الغلط. في التوقيت الغلط. هو الكلام ده من بدري، من وقت اعلان، هو اتاخر من وقت اعلان الجدول. من فبراير مثلا، وقت اعلان الجدول كنت حدد الكلام دوت. وده حصل على فكره قبل كده مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي طلب الحاجات ديت وبتاع، واتعملت والجدول كله اتاجل. كان وقتها اللي بعد بطوله افريقيا، وكان ماتش الجونه خصوصا، وكنا شفنا وقتها برضه سياده الوزير اتدخل والامور. بس وقتها عشان الاهلي كان محتاج ان ماتش الزمالك والاهلي كان هيتلعب لو تفتكر، وتاجل ليله المباراه، فالاهلي كان رافض الفكره. لا ده كان ماتش الاهلي والجونه. لا ما هو الاهلي قال مش لاعب الجونه، لانه كان ماتش الاهلي والزمالك. لما تفكر لما اتقالت اجل امنيا مره، مباراه القمه كانت اتاجلت فجاه، كان ليلتها الاهلي كان محتاج على هذا التاجيل، لانه كان وقتها الزمالك بيلمح قبل، انا عايز اجل المباراه. لا ما هو امنيا، امنيا مش هبطنا فيها. ماشي، انا بقول لك الحدث وقتها. يعني انا ما بقولش ان قرار الاهلي كان صح او غلط. انا بفكرك بالحدث. فالاهلي قال مش هلعب مباراه الجونه، فلما الوزير راح قعد لعب الاهلي مباراه الجونه. تمام. يعني اتلعبت. لكن الاهلي كان واخد موقف، وكل الانديه على فكره السنه دي بقت يعني رافضه حاجات كتير، مش بس الزمالك. ما حاجات الاهلي كتير اصلا مش صح. هو ده اللي بنتكلم فيه. انا طول عمري من هنا بقول لك ايه؟ من وقت دوري الكورونا اللي ما اتلغاش، الكره المصريه في انهيار. على صعيد علاقه دوري الكورونا يعني. لا انا بقول لك ليه علاقه. طب ارحب بكابتن سيد؟ ارحب مسمر وحليوه كده يعني، فاهم؟ ارحب بيه وبعدين اتناقش انا عشان اقول لك ليه رايي انه مش دوري كورونا. كابتن سيد مساء الفل. مساء الفل يا استاذ محمد. انت مسمر من الاحداث اللي عندنا وعالم شمس اللي احنا عايشينه، ولا من البحر؟ اصل ممكن تكون اسمرت مش مصدق اللي بيحصل. لا انا مصدق جدا اللي بيحصل، هو ده الطبيعي. هو احنا بقى مش منداش خالص ولا اي حاجه، احنا بقى لنا 3 4 سنين على كده. هو ده جديد؟ بس التصعيد بقى عالي قوي. عادي جدا يعني، كل يوم نادي عنده مفيش مشكله. مفيش جديد. احنا عشان الزمالك نادي كبير وجماهيريا فعامله بومك، بس كل الانديه كل يوم هتلاقي نادي من 3 ايام مده اليوتيوب النهارده المقاولين، اول امبارح الزمالك يعني. هي بتختلف الاحداث. هي اللي بتختلف. انما في كله لا، انت ماشي مكمل في سكتك زي الفل، ماشي راكب قطر دي. راكب دي قطر نفق. راكب قطر ونازل لتحت عمال تغرز يعني بامانه. يعني في حاجتين، في حاجه للهزار وفي حاجه للجد. الهزار لا حلوه مسرحيه زي الفل. يا باشا انت اتكلم حد في المسابقات يقول لك خليهم يحتفلوا مع بعض، تكلم واحد تاني يعمل مداخله يقول لك اصل انا والله ما كنتش جاهز للمداخله، تكلم مش عارف مين رئيس الاتحاد يقول لك انا ماليش دعوه، تكلم واحد تاني عضو مجلس اداره يقول لك اصل انا في البلد وما اعرفش حاجه عن القرارات. فدي مسرحيه مكمله. انت فاهم؟ والله كل التصريحات يا باشا. أيوة كل ده كل ده على دي هوا. حتى البلد دي ايوه كل ده على هوا. يعني مش قاعدين في قاعده كده، ده على هوا كل ده. فدي مسرحيه مكمله. دي بساطه اهو يعني. لا هي حلوه كده، هي حلوه كده. يا باشا عايز تلعب النهارده تعالى، لا مش عايز تلعب في نادي فاضيين الساعه 4 يلا نلعب الساعه 4. انت فاهم؟ في عز الشمس النادي يلعب 5 6 ماتشات، انديه ثانيه ما تلعبش الساعه 4 والله. انت فاهمني؟ تكلمني على الرحايه والبطوله دي من اعظم البطولات اللي اتعملت، ده فيها رعاه كبار جدا، وفيها واهم ماتش فيها بيتلغي الاهلي والزمالك. وبعد كده تيجي تقول لي ايه؟ اصل احنا من افضل الدول اللي عامله دوري، واحنا نظمنا. كل واحد يقول لك ايه؟ احنا مسؤولين عن تنظيم البطوله. اقول لك على حاجه، هات اي حد معدي في الشارع مالوش يعني، هات عيل صغير عنده 5 سنين
قول له تعالى ابدا البطوله في 9 وخلصها في 8، هيدي لك ورقه فيها الماتشات زي الفل. 12 شهر اقسم بالله هيدي لك ورقه، هيدي لك ورقه. انت بتدي له وقت وبتاع، هيدي لك ورقه زي الفل. عنده 5 سنين يعني مش هيتعب في حاجه خالص، من غير يديله سنه كامله يا باشا براحتك. انما كله هو حاطط مواعيد من اول من الاخر يلف. وعمالين نلف وندور. بص احنا عندنا مشكله واضحه واحنا بنلف وندور حواليها. يعني الاهلي عنده مشكله مع اتحاد الكوره ومع لجنه المسابقات ومع لجنه التظلمات ومع الرابطه. الزمالك عنده نفس الشيء، انبي نفس الشيء، المقاولين نفس الشيء، البلديه بتكلم في نفس كل ده وعادي ومكملين. وشويه بقى نخش برضو على نقطه تانية. هو طبعا الدكتور اشرف صبحي يشكر وحاجه ايجابيه جدا ان هو بيحاول يحل المشاكل. صلاح مع المنتخب، دكتور اشرف حلها. ماتش الزمالك مش عايز يلعب او الاهلي مش عايز يلعب، يلا دكتور اشرف حلها، هنقعد مع بعض يا جماعه نشوف مين ده مش دوره خالص. لا لا انا هجيب رئيس نادي الزمالك واجيب رئيس الرابطه نشوف مين الغلطان ونحلها. الكلام ده يا جماعه احنا بنهزر، احنا بنهزر والله، كل ده ضحك. احنا ما اهم حاجه الاهلي انتصر، الزمالك انتصر، مبروك مبروك للنادي الاهلي ان هو انتصر، مبروك لنادي الزمالك ان هو انتصر وكرامته عاليه دلوقتي، بس الكره المصريه في الطراوه. يعني مبروك ليكم، مبروك لكل مسؤول بيحاول يعني وما ولا في دماغه. يا باشا انت بتلعبوا على وتر كلكم اللي هو ايه؟ السوشيال ميديا، اللقطة، الجمهور، اللقطة، واللقطه، وانا زي الفل. انما هات لي واحد بقى بيدور لك على مصلحه، هات لي واحد يقول لك ايه؟ احنا بعد 4 سنين خطتنا هتبقى كذا. بقول لك ايه؟ اتحاد الكوره اتفاجئ بمدرب منتخب مصر، احنا مش عايزين نكذب على بعض. هم اصلا لا اختاروا مدرب منتخب مصر ولا يعرفوا ان كابتن حسام كان هيبقى مدرب منتخب مصر، كابتن محمد يوسف كان قبلها بيوم مدرب عام. ما ينفعش مدرب معاه خش 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 في وظيفه ثانيه. انتوا يا جماعه يعني بتشتغلونا ولا بتشتغلوا بعض ولا ايه نظامكم انتوا مع بعض؟ ومكملين يا باشا. ورئيس الرابطه ان شاء الله هيبقى رئيس اتحاد الكوره السنه الجايه. رئيس اتحاد الكوره لا بيقول لك انا ان شاء الله مكمل وهغير حاجه في اللائحه وهدخل بعد 8 سنين. كل الاعضاء طبعا لازم يدخلوا. رئيس لجنه المسابقات اللي بيحط الجداول، ما هو بقاله 100 سنه بيحط الجداول والجدول بايظ. ما يكمل ايه المشكله؟ مش عارف لجنه التظلمات ده في لجان انا ما اعرفش عنها حاجه او كلنا ما نعرفش عنها حاجه. انت بتظهر بس في وقف كهرباء، في وقف امام، في وقف ساعه المشاكل تيجي تسال عليهم، تيجي تسال بتقول اتحاد الكوره مثلا على اللي حصل يقول لك انا ماليش دعوه ده لجنه التظلمات، لجنه المنازعات. خش في الجان وخلاص وكلام. انما انت لو عندك لوائح بتمشي على الكل من اول يوم، ملهاش دعوه باسم النادي ولا اسم اللعيب ولا بيلعب فين ولا تاثير الجمهور ايه، هتنجح. انما اللي انت بتتكلم فيه، انما هنيجي مثلا بعد خلال السنه الجايه منتخب مصر صعد، الله الاتحاد ده نجح جدا انه منتخب صعد لكاس العالم، الحلم اتحقق، الحلم اتحقق. كاس العالم اللي انت وانت معدي كده هتصعد، بس هو انجاز السيفي. انجاز انجاز للناس اللي فاللي هو ايه، في حاجات بالعقل كده وفي حاجات بنضحك بيها على بعض. احنا بنضحك على بعض ودايرين وعايشين وهم كبير جدا اللي هو ايه، احنا بنتكلم في الكوره وبتاع. لا ما بتكلمش في كوره ولا بتكلم في حاجه. هات لي دوله، مش هكلمك بره، سيبك من بره عشان ما نعملش مقارنه. هات لي دوله عربيه، دوري يعني دوله عربيه عندها دوري في نفس المشاكل دي. هات لي اي حاجه. هكلمك على ايه؟ على العراق، موريتانيا. موريتانيا هكلمك على ايه؟ يعني ممكن بيكون الكوره مش متطوره دلوقتي. لا بتكلم على بلدان، لكن كمان برضه عندهم انتظام، بلدان ما عندهاش الاستقرار بتاع. لا موريتانيا الكوره متطوره جدا. انا بكلمك بص انت فين يعني انت اسم موريتانيا فين اصلا دلوقتي؟ كوره متطوره جدا ودوري منتظم والدوري فيه تنافسيه وكل حاجه. هات لي واحد يقول لك زيبو كسب بيراميدز. ما انا بقول لك لو تفتكر في ما بقول لك كوره متطوره. ومنتخب موريتانيا نفسه عيد اصلا عيد. في كاس الامم اللي فات. هات لي واحد يقول لك انا طلعت لك باك ليفت خلال السنتين ثلاثه لعبته في منتخب مصر. هات لي واحد يقول لي انا طلعت لك سيرد باك هيكمل 10 سنين في منتخب مصر. هات لي واحد انا عملت لك جيل طالع. انما احنا كلنا ماشيين في سكه يا باشا زي الفل. انت تمام. اضحك على بعض وخش. انت بتتكلم كل ما نلاقي الكوره وحشه نيجي نقول لك ايه اللعيبه دي ما تسويش كذا. وحتى لو اللعيبه دي ما تسويش كذا، هو مين اللي عمل كده؟
انت بتلعب لعيبه بدون جمهور، بتلعبهم في ملاعب مش كويسه، بتلعب نص فرق الدوري بتلعب الساعه 4 في الجو ده. ده مش كره البني ادمين. مش كره لبني ادمين عاديين. وبتطلب منه ان هو يكسب ويلعب ويكون كويس، وهتختار منه وعايزه ينتج وبعد كده تقول ايه انا ما شفتش لعيبه كويسه. فانت هتشوفها فين؟ انت هتشوفها فين؟ يعني في ملاعب وحشه، في تصوير وحش، في اجواء وحشه. واخر حته في ماتش البنك الاهلي والبلديه، البنك الاهلي كسبان 5، بعد الماتش اللعيبه نامت على الارض مش قادرين يحتفلوا، مش قادرين مش قادرين يفرحوا. انت تنظيميا حتى يعني وانت كسبان 5 وانت بتحط الجدول، لا فارق معاك جو، لا فارق معاك صلاه، لا فارق معاك اي حاجه. تعمل ماتش يبدا الساعه كذا عشان اللعيبه تنزل الشوط الثاني ما تلحقش المغرب، المغرب ياذن عليها يطلع بعد انت اجواءك كلها تبدا برضو الساعه 4 فاللعيبه تاخر. يا باشا ما تعمل جدول، وانت اللي قاعد ده بيعمل الجدول عارف الجو في الفتره دي ايه، عارف مواعيد الصلاه ايه، عارف. انما انت سواء احسب لهم اللي هم ما بيعملوش الماتشات في رمضان قبل الفطار، دي حاجه كويسه. هو دي بمزاجهم. هي دي بمزاجهم. لعيب اقول لك على موقف صغير جدا، وقول لي ايه الاجراء اللي اتخذ بعديه. احمد رفعت هي كانت موجه طبعا، وعشنا فيها اسبوع والجهاز بعد كده والجهاز ده وقال لك اشتراطات كل انديه الدوري. في حد جاب حاجه في لجنة طبية المسؤولة اللي في الاتحاد اللي متعينة، انت سمعت منها حاجة؟ عالم سمسم بس. وتيجي تقول لي بقى بعد كده ايه انت اتفاجئت من ايه؟ صلى على النبي يعني. ده احنا فتحناه. لو قاعد كان قاعد ساكت. يا باشا. كان قاعد ساكت. ما هو عشان الراجل ما بيردش على التليفون. لا اللي انا بقوله لك ده في حاجة غلط، يعني فيهم حاجة ما حصلتش. يعني هات لي حاجة ما حصلتش من اللي انا قلتها لك. وبلسان كل اللي موجودين، وبعد كده تيجي في وقت اي ازمه انا ما بشوفش حد بيظهر يرد يقول على حاجه. يا باشا قول 1 2 3، قول وجهه نظر. على فكره ممكن تبقى غلط بس وضح انا عندي وجهه نظر، القرار ده مبني على كذا 1 2 3. انما كله بيستخبى، مالناش دعوه احنا الرابطه في الازمات دي. الرابطه يعني في الازمات الناس الرابطه اصلا بتصدر الرابطه والناس بتوع الرابطه بيصدروا في الازمات، ما بيطلعوش في مثلا الدوري ماشي كويس وبتاع والدنيا حلوه ومفيش حاجه اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره بيطلعوا يتكلموا عادي في التلفزيون وبيعملوا مداخلات وبيطلعوا في لقاءات في التلفزيون والحاجات دي كلها. لكن دلوقتي انت بتجيب حد، جبت حد من اتحاد الكوره كم مداخله بعد مكسب منتخب؟ ولا حد بيتكلم، ولا حد هيتكلم بعد مكسب منتخب، يعملوا المصيبه ويستخبوا. بعد ما المنتخب بيكسب ماتش كم مداخله في كم قناه كل الناس؟ ده احنا بنلحقش. النهارده صحيح، يعني انت النهارده مثلا البيان بتاع المقاولين العرب ده جدير بالرد. يعني انت مقاولين العرب بيقول لك احنا عايزين المباراه تتعاد، هو عنده اسبابه القانونيه. وانا الراجل فعلا رئيس لجنه الحكام عندي هنا، كان معايا بريرا عبر الزوم في لقاء، قعدنا ساعه كمان في اللقاء. قال هو بلسانه ان الكابتن محمد الحنفي رسب في الاختبارات مرتين، وبالتالي لا يحق له مين لعينه وفق اللائحه انه يحكم. فجأة لقيناه بيحكم الماتش، هو نفس الراجل البريرا، غريبة جدا. ما هو رئيس اللجنة، هو في الآخر هو الراجل الأسبوع ده هو غصب عنه كل حاجة، الحكام الأجانب غصب عنه اللي كانوا جايين ماتش الأهلي وزمالك غصب عنه، والحكام اللي اتعينت غصب عنه. ده بس الحكام الأجانب على فكرة عملنا معاهم واجب، خدوا 70,000 دولار وراحوا الهرم وراحوا الهرم الصورة كده عشان تعرف اتحاد الكورة مشغولين في إيه. السيد مدير الاتحاد بنفسه أهو دكتور وليد العطار بيغديهم اهو، معاهم الحكام الاجانب. بص واخدين 70,000 دولار عيد. شفت يا كابتن احمد 70,000 دولار دي يعني كام؟ 3 4 مليون جنيه بتاعي؟ اكتر من 3 مليون؟ حوالي 3 مليون ونص صح؟ والماتش ما اتلعبش، واخدوا فلوسهم واتغدوا وراحوا زيارات وسافروا الفجر، هيسافروا الفجر. وعرفت مشغولين في ايه؟ مش سياحه دي ولا مش سياحه؟ لا تنشيط سياحه طبعا. طبعا ده لازم يبقى فيها. ايوه قاعد مع الحكام يرد علينا ازاي؟ لازم يبقى فيها، هيرد علينا ازاي؟ واحنا في شهر كام؟ لازم يبقى فيها مكافأة نهاية الشهر. يعني بيساعدنا او الناس عامة في الاتحاد بتساعد على تنشيط السياحة، فلازم يتكافئوا. مكافأة خاصة. لازم طبعا يعني ورقة مكافأة خاصة. يعني توديع الحكام وتفسيحهم واستقبال الحكام ده بقاش سهل.
لا هو مش سهل من زمان انا عارف. صح، بس انت امال ايه؟ النهارده فتحته. لا انا ماسك نفسي لا هو اصل انت تقول لي، اصل انت بتقول لي الموضوع وتفاجئ. اتفاجئ بايه؟ اقول لك على حاجه، تصدق بالله لا لا انا ممكن احس، انا ممكن في الدوري بتاعنا ده ممكن لعيب مش متأيد الاقيه في الملعب يلعب عادي، اقسم بالله العظيم ما حد هيعرف حاجه. اه والله العظيم ما حد هيعرف حاجه. يقول لك يا هناخد بالنا بعد ليه كده، هيطلع له هناخد بالنا بعد هيطلع كده، له كارنيه من اي حته بعدها. ده طالع له من اسبوع وانتوا ما شفتوش، انتوا ما تعرفوش ان النادي جابه؟ لا ما نعرف. عارف هرم استعمان يا هرم يعني مش متعودين على شغل مؤسسي خالص اصلا من فترات كبيره. لا ما فيش لائحه.